احنا عم بيصير في مفاوضات من داخل المصرف انه يتغير القاضي لحتى يصير في مفاوضات معه، لانه القاضي غسان خوري ما عم يتعاون ابدا، معتبر انه المودع هو الحرامي والمصرف هو المسروق، عرفت كيف؟ فبقى القاضي غسان خوري هو مفروض يكون قاضي العدالة، قاضي القانون، بموجب المادة 184 عقوبات الدفاع عن الحق مشروع بكل الوسائل، حتى إذا الواحد ارتكب جريمة. وإذا ما نكون مصدقين بقرأ لكم المادة حرفيا شو بتقول، شو بتنص، المودع هو صاحب حق مشروع بحق له يستوفي حقه بكل الوسائل حتى عن طريق العنف، وحتى لو ارتكب جريمة، وحتى ينص القانون حرفيا وحتى لو ارتكب جريمة. كون الأجهزة الأمنية، في حال كانت الأجهزة الأمنية لا تحمي المعتدى عليه من المعتدي، ونحن كمودعين وكمحامين وكمواطنين لبنانيين منهوبين، نحن أصحاب حق، والأجهزة الأمنية بدل ما تحمي أصحاب الحق عم تحمي الفاسدين الحرامية اللي هن حتى سرقوا لهم معاشاتهم وعم بيخلوهم ينزلوا. كل عسكري سواء بالجيش او بالامن الداخلي منه بقى قادر يحكم فرد من عائلته، انه الوديعة اللي استرجعوها المودعين الاثنين واللي واحد منهم مقعد زلمة مقعد قضى عمره بالسعودية يجني بعرق جبينه هالوديعة. القاضي غسان خوري بده يشلحه لهالمقعد وديعته، بده يرجع يرده للباك ويحيله مغفور امام الاجهزه الامنيه. هيدا شو بيكون؟ هيدا قرار قانوني، قرار انساني، هي وديعته بحق له فيها، هيدا وديعته، مصرياته، مش مصريات البنك اللي اساء الامانه هو وحاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان يلي أساء الأمانة وراح سلم مصرياتنا لدعم وزارة الطاقة، ونحن صفر دقيقة كهرباء، مش صفر ساعة كهرباء، صفر دقيقة كهرباء. يعني خلص ما بقى فينا نسكت، خلصنا بقى. وكل واحد إذا كان مسيحي بيقول لك حاكم مصرف لبنان مسيحي، ما تقربوا عليه، بتكونوا عم بتضروا الطائفة. وإذا كان الفاسد مسلم بيقولوا لك لا لبيك ما بعرف مين وما بعرف مين، عرفت، لأنه مسلم مثله. لا، انتوا يا مواطنين انتوا اصحاب كرامه، ما بقى ترضوا هول الحراميه عم يقعدوا مع بعضهم يتعشوا ويمزحوا ويجوزوا اولادهم لبعضهم، والعطر علينا. انا ما عم بحكي هلا كمحاميه، عم بحكي كانسانه مواطنه لبنانيه عندي كرامه وشرف. القاضي غسان عويدات اصدر استنابه قضائيه لحتى يحمي هيدي المنظومه الفاسده، واعطى بموجب هيدي الاستنابه القضائيه اعطى الحق للاجهزه الامنيه انها توقف كل انسان بيقتحم المصرف. انا برجع بكرر، هيدي الاستنابه القضائيه مخالفه للقوانين ومخالفه حتى للانظمه الدوليه والانسانيه، وتحديدا لقانون العقوبات للماده 184 اللي بتجيز لكل انسان اعتدي عليه او على ماله الخاص انه يسترجع حقه حتى لو بده يرتكب جريمه، لانه هو بموضع الدفاع عن النفس وبكل الوسائل المشروعه.